بنتكلم على حكاية المنهج ذات نفسه، كله بيكره المنهج، كله بيكره الدراسة، مفيش حد ما بيستناش الأجازة من الوقت للوقت. المنهج عيبه إن إحنا بناخده بطريقة غلط، المنهج مش وحش، المنهج عايز يبقى كامل. يعني أنا في ثانوي عام بسأل المدرس دي إيه؟ يقول لي مش عارف إيه ده؟ أنا آخر سنة تعليم. المناهج ودي يعني دي فعليا يعني تحديثات في المناهج. ثانيا برضه معلش واحترامي لكل المدرسين، بيبقى في مدرسين محتاجين تدريبات مش بيقدروا ان هم يفعلوا او يواصلوا مع التكنولوجيات الحديثه الموجوده في المناهج. يعني دي برضه حاجات بتاعتنا احنا، ان احنا لما تيجي تسال يعني مدرس حاجه ممكن احيانا يقول لك طيب ممكن اسال فيها وارد عليها. فدي برضه بتبقى محتاجه ان المدرسين يستغلوا وقت الصيف ديت في تدريبات مهنيه يعني لنمو هو لنمو الطالب، لان عدم استمرار التدريبات المهنيه دي بتخلي معلش الاساتذه كمدرسين بيقعوا منهم حاجات تانية ممكن ما يعرفش يوصلها لهم. عندي اجهزه الكترونيه، قبل اي حاجه لازم يبقى في الاول اخصائي نفسي يتكلموا مع الطلاب، ان شاء الله يجي الدوره كل اسبوع، حتى ده على المدى البعيد، وعلى المدى القصير عندي حل. مدرسين المدرسه يقتربوا من الطلاب، المدرس يحاول يصادق الطالب، مش لازم يكون انا مدرس عليك بضغطك بمنهج او انا ليك او انا عليك. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للبرد، فاحنا مطلعنا ثالثة اعدادي لانها العكس كده خالص ما بيتضافش، فهو ليه يتضاف اولى وثانيه ويتشال من ثالثه؟ وفي حاجه ثانيه ان النشاط ما بيتضافش اصلا المجموع خالص، مع ان في طلبات اصلا مبروكين في الانشطه ممكن يعلمهم في المجموع، مع ان هم مستواهم مش عالي قوي يعني في الدراسه، يعني مع ان ممكن الانشطه تعليهم يعني. بس انا شايفه المفروض نهتم اصلا بالطلبات اللي عندهم مواهب يعني. في حاجه ثانيه، احنا عندنا في المدرسه عندنا سلم واحد، احنا بقالنا سنتين بنطلب ان احنا نعمل كمان سلم، احنا عندنا سلم واحد بس.